مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى زغرتا لمتابعة المؤتمر الصحفي لرئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض. أنه يكون عنده البعض موقف سياسي ضد الزيارة أو حتى ضد أي موقف للبترك، هيدا من حق، شرط أنه يعبر عن الحق بالسياسة وبكل احترام. ولكن الحملة المنظمة على البترك الراعي مش هيك. هيدي الحملة مش مجرد موقف سياسي، هيدي حملة منظمة، الرأس المدبر تبعها معروف وأدواتها السياسية والإعلامية معروفة وواضحة. هيدي حملة وصلت وقحتها لحد تهديد وتخوين بترك المواغنة. صار في فوضى هيك. هيدي حملة وصلت وقحتها لحد تهديد وتخوين بترك المواغنة. هيدي حملة بتهدف لكسر موقع بكركي وإخضاعه وفرض ذمية سياسية عليه، وهيدا بالضبط يلي ما ممكن حدا يقبل فيه. مش بترك المواغنة يلي بينقل له اقعد بكرسي الاعتراف واعتذر. يلي كتب هالمقال ويلي كتب هالكلام ويلي وراه هن يلي لازم يتحاكموا ويعتذروا. وبدي طالب وبأصرار وزير العدل اللواء أشرف ريفي بإحالة كاتب المقال الشتيمة على النيابة العامة التمييزية بتهمة إثارة النعرات الطائفية. بترك المواغنة ما بينعطى دروس بالوطنية ومن مين؟ ولم نقبل حدا يجرب يوجه له أي اتهام. بترك المواغنة وبكركة ما حدا بيملي عليهم ولا بيخضعوا لأي ولي فقيه. ما البطاركة عبر التاريخ ناضلوا وحفروا الصخر على أكثر من 1400 سنة من كفر حي لأنوبين لإليج لبكركة طما يخضعوا لأي نوع من الذمية وتيحافظوا على الحرية. بقى بدل ما يعطوا دروس بالوطنية خليهم ياخدوا دروس بالتاريخ. اي نعم تيحافظوا على الحرية. واليوم كل يلي عم بيهاجموا بترك المواغنة مش مشكلتهم الحقيقية مع شخص البترك، ولا من المفترض أن تكون مشكلتهم الحقيقية مع زيارة البترك للأراضي المقدسة يلي حققت كثير من الإنجازات للمسيحيين وللقضية الفلسطينية ولقضية القدس وللاعتدال ولحوار الحضارات وللعيش معا بسلام بالمنطقة. المفارقة هي عمليا أنه في اثنين مزعوجين من هالزيارة، إسرائيل وحزب الله. مشكلتهم الحقيقية ولا مع البترك ولا من المفترض تكون مع الزيارة، مشكلتهم الحقيقية هي مع الحرية. هيدي الحرية اللي حاولت فتح لان تكسرها بالماضي ما بعد اتفاق القاهرة وهي اللي انكسرت بالنتيجة. هيدي الحرية اللي حاولت أسد لان تكسرها وهي اللي انكسرت وعم تنكسر بالرغم من بعض المسرحيات الانتخابية ومحاولة تجميل الأوضاع. هيدي الحرية نفسها ما ممكن ولا بأي شكل من الأشكال وما فيها تكسر إيران لاند قد ما استقوى البعض بالسلاح وقد ما تعجرف إلى حد اعتبار لبنان داخل الحدود الإيرانية. ما هيك قال الجنرال يحيى رحيم صفوي؟ هيدا الكلام بيسقط أمام الحرية وأمام تاريخ لبنان وأمام هويتنا.
نعم، مشكلتهم الحقيقية مع الحرية. هيدي الحرية اللي تمسكت فيها بكركة على أكثر من 1400 سنة وأنتجت على أساسها الصيغة اللبنانية. والهجوم على بكركة اليوم منه إلا فصل من فصول محاولة ضرب هيدي الصيغة، الصيغة اللبنانية. وهون بدي حيي موقف وليد جنبلاط، وبدي حيي مواقف حلفائنا بتيار المستقبل يلي أكدوا عبر هالمواقف أنه الدفاع عن بكركة مش قضية مسيحية، الدفاع عن بكركة قضية وطنية بامتياز. الدفاع عن بكركة هو دفاع عن الحرية، والدفاع عن بكركة هو الدفاع عن الصيغة. الله يرحم الإمام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين اللي قال أنه الدفاع عن الصيغة مش بس واجب سياسي، إنما هو واجب ديني. الدفاع عن بكركة قضية وطنية بامتياز، ولكن أقل شيء أنه أهل البيت، عم بقصد الزعماء المسيحيين والزعماء الموارنة بالتحديد، أقل شيء أنه هالقيادات المسيحية والمارونية ياخدوا موقف واضح بالتصدي لهالحملة. وقت بكركة بتتعرض للأذى، أقل شيء أنه نكون صوت واحد بالدفاع عن بكركة، لأنه بكركة بتمثل وجودنا وبكركة بتمثل كرامتنا. وهيدا بغض النظر عن الاصطفافات وعن الخيارات وعن التموضعات السياسية. واسمحوا لي هون أنه أتوجه لأهلي، لأهلي بزغرتا الزاوية، زغرتا البطريرك الدويهي. حقيقة سكوت نوابنا، نواب زغرتا الزاوية المغيب، مخجل وللأسف. الحملة على بكركة بتشكل فصل من فصول محاولة ضرب الصيغة. كمان تفضل. الحملة على بكركة بتشكل فصل من فصول محاولة ضرب الصيغة. وكمان ابقاء لبنان بلا رئيس جمهورية هو فصل آخر من فصول محاولة ضرب الصيغة. وهون بدي أتوجه للمواطنات والمواطنين اللبنانيين وين ما كانوا، بلبنان أو بالاغتراب، وشو ما كان انتمائهم السياسي أو المذهبي. بدي أتوجه تقول أنا شخصياً عم تابعكم وعم بسمعكم، عم شوف البعض منكم، وعم بسمع البعض الآخر بالفوكس بوبيت، بنشرات الأخبار، بالبرامج السياسية على التلفزيونات وبالإذاعات وعلى الإذاعات، وعم تابع البعض الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي. بعرف وصار واضح أنه في قسم كبير منكم مل وزهق، ويمكن قرف من الوضع ومن كتار من القوى السياسية يلي عم تصرح شيء وعم تعمل شيء تاني. وبعرف أنه صار في قسم كبير منكم بيعتبر أنه بظل الوضع الحالي، ما هي ذاتها إذا انتخبنا رئيس أو ما انتخبنا رئيس، شو بيغير انتخاب الرئيس بيومياتنا وبحياتنا اليومية؟ لا، بدي أتوجه لكل لبناني ولكل لبنانية، وخصوصاً ليلي ملوا، تقول ابقاء البلد بلا رئيس مش تفصيل صغير، مش شغلة عابرة فينا نتعود عليها. بلا رئيس ما بيبقى بلد، ما بيبقى لا بلد ولا مؤسسات ولا نمو ولا استقرار. بقاء البلد بلا رئيس رح يطال كل واحد منكم، رح يطال
كل واحد منا. تعطيكم مثال، وطبعا الأمثلة كتير، بلد بلا رئيس يعني عمليا بلد بلا سلسلة رتب ورواتب، لأنه بلد بلا رئيس ما في شرع، هيك بيقول الدستور. مجلس النواب صار اليوم مجرد هيئة ناخبة، منه قادر يشرع، ومحاولات البعض أنهم يمشوا الدولة بلا رئيس وكأن شيئا لم يكن تحت شعار تسيير مصالح الناس، مش بس مخالف للدستور، مش بس مخالف للدستور، هالمحاولات بتمس بجوهر الميثاق والشراكة الوطنية بين اللبنانيين، وبالتالي ما ممكن نتساهل بهذا الموضوع. يلي بده فعلا يسير أمور الناس ومصالح الناس يتفضل ينزل على المجلس النيابي وينتخب رئيس للجمهورية، بدل أنه يحاول أنه يتخطى موقع رئيس الجمهورية. هل في نزوم نذكر اللبنانيين أنه الرئيس بري سكر المجلس النيابي على مدى 18 شهر سنة ونص وبدون أي مبرر دستوري، بمجرد ما استقال وزراء الثنائي الشيعي من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة تحت شعار الموثقية، يعني حكومة كانت شرعية، ما في أي مادة بالدستور بتقول أنه بتسكر المجلس أمام حكومة شرعية. بوقتها الرئيس بري رفع علم الميثاقية وسكر المجلس على الناس، على لبنان ومصالح الناس على مدى 18 شهر. طيب إذا بحكومة شرعية بيستقيلوا وزراء من طائفة معينة، مع كل احترامنا لهذه الطائفة، بيصير المجلس النيابي بيتسكر. طب إذا البلد بلا رئيس جمهورية بتبقى الدولة بتمشي مثل ما هي؟ هاي ميثاقية أو هاي بتشكل مشكلة ميثاقية وهاي ما بتشكل مشكلة ميثاقية؟ لا، ما بيمشي الحال هيك. بلد بلا رئيس مثل سفينة بدون قبطان، رح تتعطل فيه تدريجيا كل المؤسسات، يمكن ما بتحسوا فيها من يوم لتاني، بس عمليا يوم ورا يوم حتتعطل كل المؤسسات. وبلشت تبين المؤشرات بمجلس الوزراء، يعني الحكومة اللي بترأسها اليوم الرئيس تمام سلام منا نفس الحكومة ما قبل 25 أيار وما بعد 25 أيار. تدريجيا هالحكومة حتتعطل ومعها حتتعطل كل مؤسسات الدولة. لبنان بلا رئيس يعني بالنتيجة مؤسسات معطلة وأزمة دستورية وميثاقية وكيانية مفتوحة. وإذا ما سارعنا لانتخاب رئيس جمهورية جديد ولإعادة تكوين السلطة من حكومة لانتخابات نيابية، منكون عم نضعف إلى حد الإلغاء الموقع المسيحي الأول بالشراكة الوطنية. وهيدا الشيء له نتائج وخيمة، مش بس على الوجود المسيحي بلبنان، بل أيضا على الصيغة والكيان برمته. تذكروا ما بالماضي نحن عشنا مرحلتين بأزمة رئاسية. المرحلة الأولى ما بعد 88، شو اللي صار؟ صار أنه عدم انتخاب رئيس للجمهورية وصلنا لانقسامات، ووصلنا لحروب، وصلنا لدمار ولحروب عباسية، وما قدرنا نطلع منها إلا باتفاق الطائف. والمرحلة الثانية والتجربة الثانية هي سنة 2007، عدم انتخاب رئيس، وصلنا إلى أزمة، وصلنا إلى 7 أيار وإلى تفاهم الدوحة. أنا هون بدي أسأل الجميع، بغض النظر إذا كانوا 8 أزار أو 14 أزار أو إرفانين أو ملين أو يلي كانوا، مين بعد بيحمل حروب عباسية؟ مين بعد بيحمل تطورات أمنية؟ مين بعد بيحمل تجاذبات وتعطيل؟ مين بعد بيحمل أزمة اقتصادية؟ مين بعد بيحمل عدم استثمارات؟ مين بعد بيحمل أنه ما يكون فيه وظائف للشباب؟
مين بعد بيحمل أنه ينعمل تفاهم جديد أو مؤتمر تأسيس جديد يمس بالمناصفة وبالشراكة المسيحية الإسلامية بلبنان؟ هيدا معناته لبنان بلا رئيس. مشان هيك بدي أرجع أكد وبإصرار لكل اللبنانيات ولكل اللبنانيين، لبنان ما بيبقى أبداً ذاته مع رئيس أو بلا رئيس، وما لازم أبداً ولا ممكن أنه نتعود على هيدا الأمر الواقع، ولا يمكن أنه نقبل أو نستسلم للفراغ. اسمحوا لنا. ليش وصلنا لهون؟ ومين المسؤول؟ لأنه بالحياة السياسية في دائما حدا مسؤول، بالأنظمة الديمقراطية في دائما مسؤولية. هون رح كون معكم ومع كل اللبنانيين واللبنانيات كتير واضح، مش رح ألبس كفوف، لأنه إذا ما حطينا أصبعنا على الجرح ما ممكن أنه نقدر نعالج الأمور. أولاً المسؤولية بيتحملها كل نايب قاطع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية. المقاطعة مش أبداً حق دستوري، بالعكس تمام، إفراغ مؤسسة رئيس الجمهورية هي بتشكل ضرب وتعدي على الدستور. هيدا مش رأيي بس، هيدا رأي الأكثرية الساحقة من الخبراء الدستوريين الجديين. ولكن دون أن نفوت بجدل دستوري بيزنطي، أنا بدي أسأل سؤال لنوابنا الكرام: كيف ممكن أن المجلس النيابي اللي شرع التمديد لنفسه تحت شعار الهروب من الفراغ، يعني لأنه اعتبر أنه الفراغ هو الكارثة الكبيرة، لأنه اعتبر أنه مسؤولية المجلس هي صد أي فراغ أو شرور بالمؤسسات، مدد لنفسه؟ طيب كيف ممكن النواب نفسهم بنفس المجلس النيابي يعتبروا أنه واجبهم يمددوا لنفسهم، ولكن ما يعتبروا أنه واجبهم أنه ينتخبوا رئيس جديد للجمهورية اللبنانية؟ بأي منطق؟ كيف هاي هيك وهاي هيك؟ يعني الشرور بالمجلس مش دستوري، ولكن كرسي فاضي باب عبدة هي دستورية. لا، واجب المجلس النيابي وأول واجب للمجلس النيابي هن أنه ينتخبوا رئيس. ولكن المسؤولية تقع أيضا ثانيا على كل النواب اللي فرضوا أو سوقوا أو خضعوا لتفسير دستوري خاطئ لنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. هون بديكم تركزوا معي شوي. خلينا نتفق على شغلة: ما في شيء بالدستور بنص على أنه نصاب جلسات انتخاب الرئيس هو الثلثين. هذا الدستور ما في ولا أي مادة بتقول أنه انتخاب رئيس الجمهورية، نصاب انتخاب رئيس الجمهورية بيصير بالثلثين. مادة النصاب لإنعقاد جلسات مجلس الوزراء، المادة 34، هي مادة مستقلة ومادة واضحة بتنص على أنه النصاب لإنعقاد أي جلسة بمجلس النواب هو الأكثرية المطلقة، مادة 34 من الدستور. وقت المشرع كان بده يعمل استثناء واضح،
كمان المواد اللي فيها استثناءات هي مواد واضحة. مثلا المادة اللي بتحكي المادة 79 عن تعديل الدستور بتقول بوضوح أنه لا يقدر المجلس يبحث بأي مشروع تعديل دستوري، بده يكون النصاب التلتين وبده يكون الانتخاب بالتلتين. يعني بهذه المادة المشرع فرق أو فصل ما بين النصاب وما بين الانتخاب أو الأكثرية المطلوبة. بهذه المادة 79 بيقول المشرع أنه النصاب لازم يكون التلتين، وتيمرق أو ينتخب أو يتعدل الدستور كمان الانتخاب بده يكون بالتلتين. بالمادة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية المادة 49 ما في ولا أي كلام على النصاب. الكلام الوحيد بيقول، وهيدي المادة بتقول، شو بتقول؟ بتقول أنه رئيس الجمهورية ينتخب بالتلتين بالدورة الأولى وبالأكثرية المطلقة يعني بالنصف زائد واحد بالدورات يلي بتلي. طيب فإذا في مادة واضحة بتقول أنه النصاب هو النصف زائد واحد، في مادة على التعديل بتخص التعديلات الدستورية بتقول بوضوح النصاب التلتين والانتخاب التلتين، وفي مادة متعلقة بانتخاب رئيس جمهورية بتقول والله ينتخب الرئيس بالدورة الأولى بالتلتين وبالأكثرية المطلقة بالدورات اللي بتلي. طب إذا البعض بده يجتهد أنه النصاب هو التلتين بالدورة الأولى لأنه عمليا ينتخب الرئيس بالتلتين بالدورة الأولى، فبموجب هيدا الاجتهاد بالذات يعني بنفس المنطق النصاب لازم يكون بالنصف زائد واحد بالدورات يلي بتلي الدورة الأولى، لأنه انتخاب الرئيس بالدورات الثانية والثالثة والرابعة يعني بكل الدورات يلي بتلي الدورة الأولى هي بتكون بالنصف زائد واحد. يعني ما فينا نعتمد على اجتهاد للمادة تبع الدورة الأولى بالتلتين وما نعتمد على نفس المنطق بالدورات الثانية والثالثة أو الدورات التالية. وهيدا رأي الدستوري مش رأيي، خلي كل اللبنانيين يراجعوا كبار الخبراء الدستوريين وعلى رأسهم الدكتور حسن الرافعي أو الأستاذ أدمون رزق أو الشيخ بطرس حاك أو طبعا غيرهم من الدستوريين. فإذا اعتماد نصاب التلتين هو بدعة دستورية وهو قراءة خاطئة للدستور، ولكن اعتماد هذا النصاب مش بس بدعة دستورية، مش بس قراءة خاطئة للدستور، اعتماد نصاب التلتين هو كمان خطيئة سياسية، خطيئة سياسية بحق لبنان، بحق الموقع الرئاسي وبحق الديمقراطية والنظام الديمقراطي بلبنان. هون كتار من السياسيين أو من اللبنانيين أو من المحللين بذكرونا إصرار رئيس المجلس وقت انتخاب الشيخ بشير جميل رئيس الجمهورية على نصاب التلتين، أو وقت تعطل انتخاب رئيس سليمان فرنجية ب 88. أنا بفهم بالسياسة بزمن الحرب وبزمن ما قبل اتفاق الطائف أنه البعض أو الطبقة السياسية أو رئيس المجلس يعتمد عرف التلتين، يعني ما قبل اتفاق الطائف بفهمها بالسياسة بغض النظر عن القراءة الدستورية. ليش؟ لأنه بوقتها مجلس النواب كان مكون من 54 نائب مسيحي ومن 45 نائب مسلم، فإذا بجو كان في حرب لبنانية وبمجلس نواب فيه يعني 6 بخمسة عمليا 54 نائب مسيحي ب 45 نائب مسلم، من الطبيعي أنه حفاظا على الشراكة الوطنية نصر على التلتين، وإلا كان المسيحيين لوحدهم فين ينتخبوا رئيس، وهذا رئيس ما قبل الطائف، يعني رئيس اللي كان عنده صلاحيات مطلقة اللي كان قادر يشكل حكومة ويعين رئيس حكومة بدون عمليا العودة إلى المجلس، يعني كانت الاستشارات غير ملزمة. طبعا شغلة طبيعية أنه هيك والله بجو البلد مقسوم وبحرب
وبجو المجلس في أكثرية من 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 طائفة معينة، من الطبيعي أن ننصر على نصاب الثلثين. فإذا نصاب الثلثين ما قبل الطائف كان ضمانة للشراكة الوطنية. أما فرض تطبيق هذا العرف ما بعد اتفاق الطائف بظل المناصفة بمجلس النواب من جهة، وبظل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية من جهة تانية، ما بقى بشكل ضمانة للشراكة، بالعكس تماما بشكل ضرب للشراكة وتقزيم لمواصفات الرئيس. خلوني أوضح. أولا رجعت توزعت الصلاحيات، صلاحيات الرئيس على مجلس الوزراء، ومن بيناتها صار في استشارات ملزمة، وطبعا صار رئيس مجلس النواب ينتخب على 4 سنين، عمليا صار كمان عنده صلاحيات واسعة. طب ليش رئيس مجلس النواب الشيعي ينتخب بأكثرية الأعضاء، وأكثرية ورئيس مجلس الوزراء السني ينتخب بأكثرية الأعضاء، ورئيس الجمهورية الوسيحة بده ثلثين؟ شو يعني بده ثلثين؟ يعني أي كتلة سياسية مذهبية عندها شوية وزن قادرة تحط فيتو على هذا الرئيس، وعمليا بصير هذا الرئيس ضحية الفيتويات المتبادلة، مش بس بهذا الانتخاب بل بكل الانتخابات اللي بدها تجي. يعني الكلام اللي عم نسمعه من أكثرية الكتل النيابية وخصوصا المسيحية، واللي حقيقة صار 3 شهور 4 شهور 5 شهور أنه بدنا انتخابات رئاسية بوقتها وضمن المهلة الدستورية، هيدا سقط اليوم، وبدنا لبنانة الاستحقاق، وبدنا رئيس قوي، وعملنا استطلاعات رأي وكيف المسيحية واللبنانية بدهم رئيس قوي، هيدا كل الكلام بسقطه التمسك بنصاب الثلثين، لأنه نصاب الثلثين بناقض عمليا انتخاب بالوقت لأنه بيسهل التعطيل، وبناقض لبنانة الاستحقاق، وعمليا بناقض إمكانية وصول أي رئيس قوي. ليش؟ لأنه نصاب الثلثين بحد ذاته بيسهل الفتيات المتبادلة، وبيعقد إمكانية إنتاج رئيس جمهورية بالديناميات الداخلية، وبالتالي نصاب الثلثين بيسهل أولا تعطيل الانتخابات وبيسقط المهل، وهذا اللي صار. أنه نحن منقاطع، نحن عمليا ما عاد صار في مهل. ثانيا بيفتح الباب على مصراعيه للتأثير الخارجي، لأنه وقت منفوت بتعطيل شو بده يصير؟ عمليا نصاب الثلثين بدل لبنانة الاستحقاق عم بيدوله، وساعتها بتصير الانتخابات مثل ما عم بتصير عمليا، شايفوا تابعوا، عم تابعوا كل واحد منكم عم بيتابع، بتصير هيدي الانتخابات متعلقة أو ورقة ببزر المفاوضات النووية الأمريكية أو الغربية الإيرانية، أو بدنا ننطر شو بده يصير بالانتخابات أو بتطورات الانتخابات، بتطورات الوضع بسوريا، أو بدنا ننطر نتيجة التفاوضات أو المفاوضات السعودية الإيرانية، أو يعني وكان الله يحب المحسنين. ثالثاً نصاب الثلثين بيعطل إمكانية وصول أي رئيس جمهورية قوي. عم نشوفه أنه والله لا ما بيصير، ولا في يوصل بنصاب الثلثين رئيس جمهورية من 14 أزار قد ما يكون معتدل، ولا في يوصل عمليا رئيس جمهورية من 8 أزار، ولا حيقدر يوصل أي رئيس جمهورية آخذ أي موقف بحياته إلا إذا كانت هالمواقف يعني في تبدل بالمواقف. يعني عمليا القبول أو الرضوخ لنصاب الثلثين بيوصلنا يا للفراغ يا لرئيس ضعيف تنجو التسويات الإقليمية الدولية، رئيس بلا لون وبلا طعمة وبلا ريحة. بالختام بدي أوجه 3 نداءات. نداء الأول لدولة الرئيس نبيه بري، اللي بغرم من اختلافنا بكتير من المواقف معه إلا أني مقتنع أنه هو حريص على الميثاقية، لأنه هو جزء من هذه الميثاقية. بدي أتوجه لرئيس بري تطالبه بالدعوة وبأسرع وقت
لجلسة نيابية لتفسير الدستور بما بيتعلق بموضوع النصاب. هيدا حق لنا وواجب عليه، وإذا ما بيدعي لهالجلسة بيكون عملياً عم بيساهم على طريقته بالتعطيل وبإقصاء المسيحيين من الشراكة الوطنية، لأنه مع احترامي لإله ولشخصه ولصلاحياته كرئيس مجلس نواب، صلاحية تفسير الدستور مناطة بالهيئة العامة لمجلس النواب ومش بأي شخص أو هيئة أخرى. ونحن ما فينا نبقى بموضوع من هالأهمية بالرمادية الدستورية وبتفسيرات من خارج المؤسسات الدستورية. خلي نفوت على المؤسسة الدستورية وكل كتلة نيابية تتحمل مسؤوليتها بهذا الموضوع. نداء الثاني لنواب 14 أذار، التوحد حول مرشح لرئاسة الجمهورية وحول برنامج واضح وحضور جلسات الانتخاب أمر ممتاز ولكن غير كافي. رضوخنا وسكوتنا عن نصاب التلتين بيضيع عملياً كل الأهداف والعناوين والشعارات اللي رفعناها بمسيرتنا النضالية. الرضوخ لنصاب التلتين هو القبول بتلت معطل جديد، تلت حيعطل كل الدولة ابتداء من رأس الهرم لكل المؤسسات. نداء الثالث للنواب ورؤساء الكتل والقوى الحية المسيحية، نداء لهم يطلعوا فورا على بكركة وما يغادروها قبل الاتفاق على مرشح للرئاسة بيحمل وثيقة بكركة كبرنامج انتخابي. وثيقة بكركة يلي أجمعوا للتذكير يلي أجمعوا عليها كل مسيحيي 14 أذار واللي أعلن العماد عون تأييده لإلها. يمكن البعض يعتبر بهيدا النداء أني عم بحلم. ممكن كون عم بحلم وقتها بشوف قلة المسؤولية وقلة الرؤية باللي عم بيصير بهذا الاستحقاق، ولكن أنا مقتنع أنه بعد كل يلي صار وعم بيصير أمامنا اليوم حان الوقت أنه كلنا سوا نتواضع شوي، وحان الوقت أنه كلنا نفهم أنه صرنا اليوم أمام خيار من اثنين. يا منتفق ومننتج رئيس جمهورية بينطلق من شرعية مسيحية وحامل طرح وطني واضح للحفاظ على لبنان، يا بنتفق يا بيتفقوا علينا بلعبة الأمم بالإذن من وليد بيك، وعندها يكون البكاء وصغير الأسنان. وشكرا. ردا على السؤال الأول، قد يكون بعض اللبنانيين انوجدوا بإسرائيل نتيجة ظروف قاهرة بوقتها اعتبروا حالهم أن انخرطوا بهذا المجتمع، وقد يكون البعض الآخر معتبرين أنه بدهم يرجعوا لوطنه. نحن واجباتنا كلبنانيين أن نؤسس لمصالحة حقيقية ونرجع اللبنانيين إلى وطنهم الأم، مثل ما كان واجباتنا بالداخل أن نعمل مصالحات ونسكر ملف المهجرين. طب إذا في بعض اللبنانيين اللي تهجروا بوقتها بالداخل ما بقى بدو يرجعوا على قراهم وضياعهم لأنه انخرطوا بالمناطق الجديدة، هيدا معناته ما بنعمل مصالحة؟ لا، نحن واجباتنا نأسس لها المصالحة، وهيدا كلام حكاه اليوم البطريرك الراعي، وهيدا كلام حكاه بال2005 العماد عون بمجلس النواب. وبعدين على كل لبنان أنه يختار إذا بدو يبقى إسرائيلي
يصطفل بيكون عم يتخلى عن جذوره وهويته. نحن جذورنا لبنانية وبدنا نبقى لبنانية. أما بزيارة الوزير الخارجية الأمريكي، ما بدي أرجع كغير بدي أقوله، ما هيدا هي هاي القصة اللي بدنا نهرب منها. نحن هلأ صرنا عم نحلل إذا بيجي الوزير شو بيعمل، وإذا اتفقوا الإيرانيين مع الأمريكان شو بيصير، وإذا والله مدري أي مدينة سقطت بسوريا مدري شو عم بيصير. نحن واجباتنا أنه ننتخب رئيس، لأنه هيدا موضوع كياني بالنسبة لنا، يمكن يتفقوا يمكن ما يتفقوا. أنا طبعا شعوري أنه بعد الأوضاع، يعني إذا خلينا الطابة كليا بيد اللعبة الإقليمية والدولية، ما في جهوزية اليوم لانتخاب رئيس من الخارج، لأنه بعد ما في جهوزية لأي تسوية سياسية جدية بالخارج. بعدنا بلعبة المفاوضات اللي فيها تأخذ أشهر أو حتى سنين. هل 14 أذار جاهزة لهالاستحقاق في ظل غياب رئيس؟ طبعاً 14 أذار دائما جاهزة، وأنا مثل ما كنت ضد أي تمديد للمجلس النيابي بالمرحلة الأولى، وحتى عرضت رأي شركائي ب 14 أذار بهذا الموضوع. أنا ضد أي تمديد للمجلس النيابي، أنا مع أن نروح على انتخابات نيابية. طبعا أنا بفضل أن نلاقي قانون جديد، ولكن إذا ما لقينا قانون جديد ما منعطل المؤسسة التشريعية، لأنه هذا المجلس النيابي تمديد وغير تمديد عم بيفوت شرعيته. القيادات المسيحية عن الهشمي أو الحمل المنظم على البطريرك الراعي، برأيكم ما هي الأسباب وراء هذا الصمت؟ تفضيل يعني مصالحهم واصطفافاتهم السياسية على الدفاع عن هويتهم المسيحية واللبنانية. في ظل إفراغ كرسي رئاسة الجمهورية من أي مضمون، وفي ظل تمديد المجلس النيابي، ألم يكن من الأجدر الرئيس السابق ميشيل سليمان البقاء في معبده وتصريف الأعمال؟ طبعا نحن ضد أي تمديد، ولكن ألم يكن موقف وطني البقاء في معبده؟ لا، هذا الدستور واضح بهذا الموضوع، من يعني ما في شيء اسمه تصريف أعمال عند رئيس الجمهورية. لا، بس الدستور واضح بهذه النقطة، ونحن أولا مع احترام الدستور وشكرا. استمعنا إلى مؤتمر صحفي لرئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض، الذي توجه بداية إلى من ينتقد زيارة البطريرك الراعي للأراضي المقدسة، قائلا إنها حملة منظمة لتخوين وتهديد البطريرك، رافضا هذا الأمر، معتبرا دفاعا بكركي هو دفاع عن الصيغة. أضاف: اليوم يريدون إبقاء لبنان من دون رئيس، أي سفينة من دون قبطان، وهذه ستتعطل، وعلى أساس هذا الأمر سوف تتعطل كل المؤسسات. معوض أضاف: هذا سيؤدي إلى إلغاء الموقع المسيحي الأول في الكيان اللبناني، مؤكدا على عدم الاستسلام للفراغ، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على كل نائب قاطع جلسات الانتخاب، وعلى كل النواب الذين رفضوا أو سوقوا تفسير دستوري خاطئ لجلسات الانتخاب، وهذه جريمة ترتكب بحق الديمقراطية، لافتا إلى أن نصاب الثلثين غير مذكور في الدستور، وهذا ما يعطل الرئاسة. ختاما، وجه معوض نداء للرئيس بري لعقد جلسة نيابية لتفسير الدستور فيما يتعلق بالنصاب، ونداء إلى نواب 14 من أذار لعدم الرضوخ لنصاب الثلثين، ونداء ثالث لكل القوى المسيحية الحية للتوجه إلى بكركي وتبني الوثيقة الصادرة عنها. تفاصيل إضافية مشاهدينا في نشرة بيروت اليوم، إلى اللقاء.